غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية والوفد المرافق بحفظ الله ورعايته هذا اليوم العاصمة الروسية موسكو بعد زيارة رسمية لروسيا الاتحادية تلبية لدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، حيث أجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الروسي تناولت علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك. وجرت لجلالة الملك المعظم مراسم وداع رسمية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي البحريني والجمهوري الروسي. بعد ذلك صافح جلالة الملك المعظم مودعيه، وكان في وداع جلالته في مطار فونكوفكو الدولي سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص لفخامة الرئيس في الشرق الأوسط، والسيد إيغور بوغداشيف رئيس مراسم الدولة، والسيد إليكسيس كوسيريف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، والسيد أحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.